واحد من اهم صناع الضحك في تونس يجي بحدنا، المايسترو المسرحيه الحدث نتاعو تلقى نجاح كبير، ترجع بصيغه جديده بحب كبير، يجي بحدنا بسام الحمراوي. ميرسي بوكو، ميرسي بوكو، ميرسي ميرسي، يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة، إن شاء الله عامكم مبروك، ميرسي بوكو، يعيش. كل عام وأنت حي بخير؟ كل عام وأنت حي بخير هادي. بسام الناس برشا يسألوا وينو بسام؟ وينو الناس؟ أنا هنا، أنا هنا، أنا هنا. هكا هنا ماهيش إجابة. أها. بقدر ما هي تتليفة. لا والله لا، شنو معناها ما عادش موجود في التلفزة ولا التلفزة؟ التجربة حلوة عديت فيها سنين، قرابة 6-7 سنين. خذيت حظها بالكدا، ولكن الموجود الان غير مغري باش يوصل واحد في نفس الشيء. ماذا بيا حتى كي نغيب على التلفزه ولا حاجه، كي نرجع بحاجه جديده باش الجمهور ما يقلقش وباش انا بيدي ما نقلقش. غير مغري ماديا؟ لا لا لا، بالعكس بالعكس بالعكس، التلفزه فيها اغراءات ماديه، ولكن فنيا غير مغريه. معناها انت باش تلقى روحك تعاود في نفس الشيء وتكرر في نفس الشيء وتعمل في نفس الشيء، يعني يا نعملوا حويجه جديده باهيه فهمني وكذا، واحد ينجم يقدم بها، يا واحد يطب بوشته وهاولاهي في المسرح. جاتك عروض في التلفزه، تنشيط، كرونيكور، تقديم؟ نعم، جات بعض العروض المحترمه جدا، ولكن اعتذرت لانه حسيت اللي ما تضيفليش حاجه هذه، فهمتني؟ ككرونيكور يعني ما عادش عندك ما تقول؟ والله نجي نقول لك حاجه، انا راي كرونيكور كلمه كبيره، فهمتني؟ انا ما كنتش ان فري كرونيكور، صحيح؟ نعطي رأي في بعض الأشياء عادة، ولكن أنا كنت مثلا أنا وكريم وميغالو كنا باش عندنا تاش أخرى اللي هي الإضحاك، اللي هي نعملوا سكتشات، اللي هي معناها نهزوا المحتوى إلى بعد كوميدي، فهمني كيفاش؟ يعني مش لوفري كرونيكور بالمعنى الكلاسيكي والتقليدي، السيد اللي تلقاها معبي، هذا مش معناه هم مش معبيين، ولا معناها ماهيش ما عادش مغريه، ما عادش مغريه، واصلا انا نحس اللي هو ديباسي الشيء هذاك. معناتها انه باش نلقى كرونيكور حاجه مستحيله في المستقبل. هو ما فما حد شيء مستحيل، فهمني كيفاش؟ ولكن بور لو مومون اللهم نرجع كرونيكور بصيغه جديده، والا بحاجه جديده، والا بروبريك جديده، فهمني كيفاش؟ خارج المألوف. كلموك من قناه الحوار ولا من خارج قناه الحوار؟ فما في الحوار، فما في خارج زاد قناه الحوار، ولكن هاني فسرت لك هذه، معناها الاجابه بتاعي ديما تقول شنو هي الاضافه، حتى كي نسال سي نفس الشيء معناها. لكن تشوف انه برشا من زملائك عملوا برامج، كريم عمل برامج، جعفر عمل برامج، نضال عمل برامج. هاي ربي يعينهم، حتى انا عملت برنامج. سانكو حملتك بريميج صغير، كي بريميج صغير بون، ماهوش فيه هنا فري انيماتور، هي بقد ما هو استثمار واستغلال لشخصيه ضربه سرت مومو، عاودت استغليتها في حاجه معينه. باش نحكيو على المايسترو، الصيف اللي فات عملت جوله، كذلك جوله ناجحه، نقلت تقريبا داخل تراب الجمهوريه، مشيت لمست الجمهور متنوع، الى حد الان قداش وصلنا من عرض؟ 35 عرض. نجم نقولوا بالعدد هذا من العروض انه المسرحيه شدت طريق النجاح. باش نعملوا مع بعضنا لعبه صار ولا ما صارش. ايوه. ترى في العروض صار ولا ما صارش؟ بحكم انه المسرحيه نتاعك فيها برشا غناء، نشوفوك تغني وتعزف. اها. صار نوع من الاقتحام المسرح عليك، الناس تغني وتشتح ولا ليه؟ صحيح، فما مره نذكر في عرض انا نازف، فما مرة طلعت تشتح. هبطنا بالسيف، قالت لي كمل، قلت لها راهي مسرحيه مانيش راهو في عرس وكل شيء، قالت لي لا والله كمل اشتع، مدبر ما مسكينه قصتها مع رجلها، فهمت ولا؟ قالت لي خمبرت قلبي، خمبرت قلبي وكذا، وهذا طلعت تشتع اقسم بالله. يا حاجات كيما هكا يدخلوك بعضك ولا لا؟ بالعكس، ما تصورش قداش الباساج نتاع المراه هذيا وقتها طلعت تشتع وكان سبونتاني، قداش ضحك الجمهور وقداش تفاعلوا معاها وقداش تعدى عرض سمباتيك سمباتيك، وهذاك علاش قعد في ذهني على الاخر. المراه تميل تميل؟ المراه تتفرج تو، ما الحاق بتاع ربي، معناها ليش شطحت انا مدور وجهي هكا، فهمت؟ وانت فهمت الشيء والله شطحت دور وجهك، ما خاطر مرتي تتفرج، فهمت؟ بعد نروح نعمل تحقيق، شلابسه
كذا فهمت. لا لا شطحت شطحت. صارت عروض زواج في المسرحية بتاعك؟ صارت عروض زواج هذا عرض المسرح البلدي من ذكروش، فما واحد من المدنين نسيت اسمه. أنا وقتها في هكايا حليت بارونتيز مع الببليك امبروفيزاسيون، قلت شكون لهنا سيليباتير؟ فما واحد يزيد الزوز قريب يهز ساقو معاه نتاع يعيط يبدا يعمل لي أنا، وأنا معناها كأني هكا باش نقول لهم معناها إن شاء الله ربي يهنيكم باش نتعدى على روحي المسرحية، قاعد يعيط لي أنا يا بسام أنا مانيش معرف. قلت له عرسولو هذا بشكل عابد. ساعة البنات اللي قاصين ساكر هزوا روحهم ومشاو سام بحذا حب العرس حب إهبل إهبل. قلت له باهي صدقني قصينا على المسرحيه وعملت انونس، قلت لهم شكون لهنايا من البنات سيليباتير؟ فما بنيه تهزوا ايديها مكي، فما مراه كبيره يدور عمرها 85 هزت ايديها عملت لي هكا. قلت لها حاجه فاهم اش معناها سيليباتير؟ قالت لي وي فاهم اش معناها سيليباتير. حاجة قلت لها يا أخي الحاج وينه؟ قالت لي توكل مشي مشي على راحة. قلت لها هكا خسرت للسيد وأنا قلت له فما لي بروبوزيسيون فما الحاجة مكبشة الحق. فما واحدة فما امرأة اللي نحكي عليه في المسرحية صار قدامها الشروط نتاع المسرحية، فما زوز قاعدين في الصفة الأولى. قلت لها مدام هاي بنيتك مش معرسة؟ قالت لي أنا نحب نعطي بنتي. قلت لها هاو السيد انفوغرافيست لفتت له قالت له عندك دار؟ يعني ريت اللي حكيت عليه التحجيزات والجو هذاك الكل فهمتني كيف؟ والله قالت له عندك دار؟ قالها لا نكريو. قالت له كريو ما ساعدهاش فهمت شنو اقسم بالله. والله عرض اكسبسيونيل والله نذكره لتو حاسيل. وقالت احنا بنتنا كذا ونحبوها ودرا شنو ونحبوش نعطيوها وكذا وسكتت. قلت له ما عندك حتى حل؟ فما الحاجة في الاخر تحب تعاود حياتها تحية لها. جات صورت معايا اخر العرض وقالت لي اعطيني نمرو كبزة. لا شوف والله لا 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 خاطر يعرفوا قيمة الراجل ربي يهنيها يعرفوا قيمة الراجل. وما سالتش عنده دار ولا ليه؟ مستعدة في المسرح. بس صحيح وإلا لا فما شكون كلمك حبك تخدم له عرسه بالمسرحية؟ فهم فهم فما شكون في المسرحية قال لي بربي بربي بسام أعطيني نمروك وكل شيء ونحبك تجي أنت تعزف لي في عرسي وكذا ودرا شنو. قلت له والله معناها تو نجيك معناها تحب تستدعاني تو نجيك أما راني راني مانيش أورغانيز معناها راني حافظ ثلاثة غنيات راشمهم نوريك بعد الكلاب راشمهم حافظها مكاكا بيتمون معناها ستان سكتش مش عرس بالحق. قال لي باهي باهي اجا ما يسالش. معروض في قاعة أفراح ولا لا؟ صحيح هو اجا فاهمك حاجة بالنسبة لتونس المسارح الانفراستركتور بتاعنا ضعيفة شوية في المسارح، يعني المسارح البيان ايكيبي ولا دور الثقافة يتعدوا على الصوابع، ساعات مثلا منظمين عروض ولا في مناطق داخلية ما عندهمش مسرح بلدي وإلا ما عندهمش صالة كبيرة ولا دار ثقافة كبيرة، يشدوا ان اسباس بوليفالون ويميناجيو مثلا يمشيوا قولوا احنا صالة أفراح تبدا نظيفة محلاها يعملوا فيها سان وكذا ويحطوا كراسي ويولي فضاء مسرحي وتعرض فيه العباد، سينو اخي واحد يموت ما يتفرجش في المسرح ما نشوفهمش. معناتها ماكش تعرض وناس تاكل وتشرب وقهوة و اللي ديني قالا انا 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 ضدهم، فما فنانين يمشيوا يخدموا على رواحهم، انا الحق نتاع ربي جربتها مرة وانا صغير فهمني كيفاش، ديني قالا يبدو حاطين عشاء ويبدو حاطين فهمتي كذا كيسان وواحد معناها وتتحس روحك في دوري الكمية انت معناها السيد قاعد يتعشى يديه بالمرمز ويخزر لي وانا نعم في مسرحيه معناها ما تجيش فهمني كيفاش. اقسم بالله فيلم واحد خرج وكذا وبعد قال اخي شنو اللي فاتني انا قلت له مسرحيه هذا بعد قررنا كهون ولو نخدموا كان في المسارح اللي يحب يجي يتفرج في مسرحيه متكامله من الاول للاخر ويتفاعل ويعمل جو قص تسكر ويجي المسرح. المسرحيه تبدا في سلسله جديده، اول حاجه لافيش تبدلت صحيح لا فيش جديده صحيح اعلنت انك غيرت اداره اعمالك كذلك صحيح هي. هبطت على الانستغرام هبطت على الفيسبوك الشونجمون في الاداره معناها اللي كانت لاهيه به للاعلام المديرين المهرجانات المنظمين نتاع الحفلات
معناها باش يعرف الكونتاكت جديد، باش ما يقعدوش يمشيوا الكونتاكت القديم ولا يقلقوه ولا حاجه. بصفه عامه علاش الفنان يغير اداره اعماله بسام؟ لانه ديما كل اداره اعمال وراه فنان، معناها ليكيب اللي وراه ديما عندها فكره وعندها استراتيجي، اكيد هم فنانين يعرفوا يعني فما استراتيجية معينة في الافيشاج، في العروض، في كذا، يعني عندهم استراتيجية جديدة. بالنسبة للكيب جديدة توا اللي معايا نقدم لهم تحية، فما حلمي شمك ولي شابوتي، فما يسري عبد الكافي زادة، فما قاس، وفما زادة العديد من الأولاد زادة اللي موجودين معانا في الكيب، يعني جايبين استراتيجية جديدة، تخمام جديد يساعد في الديفلوبمون تاع الكارير تاع الارتيست. خاطر واحد يحب ديما يمشي ويقدم، ما يحبش اكيد يقعد يستاغن في نفس البلاصه ولا يوخر التالي. فهمني كيفاش بسام؟ المسرحيه في ثوبها الجديد، شنو الحاجات اللي تزادوا درنيرمون؟ والله في ليله راس العام لو 30 اللي تعدى هذا، عملنا عرض في تبرقه واكتشفت حاجه هادي عجبتني برشا. اكتشفت اللي 45% من الجمهور كان يحمل الجنسيه الجزائريه. جزائري جاي وعديو في راس العام في تونس، جاوا تفرجوا توا ولاو يدخلوا برشا للمسرحيات التوانسه. هذه حاجه معناها عجبتني. انا عندي تيت بارتي معناها جزائريه، قلت علاش لا؟ خياتنا معناها ويتفرجوا فينا كل شيء، علاش لا ما نديفلوبيوش توت اون بارتي في خاطرهم هما. فهمني كيفاش؟ اما مش سهل، على خاطر ما نعرفش انت مغروم بالراي بسام؟ انا مغروم بالراي بالطبيعه، الراي راهو صغري الكل، معناها مراهقتي وصغري والتسعينات كله راي. شكون منا ما سمعش حسني، نصرو، خالد، يعني مامي، يعني ولا شكون منا ما يعرفش ندير كامور صافي بليزير والبيضه من امور؟ شكون منا ما يعرفهمش هذوما؟ لتو لليوم هذوما حيين واغاني خالده وما تتنساش. فهمني كيفاش؟ انا صغري كل تربيت عليه، الراي حجمت عليه، حجمت عند الحاجه اي البات مسمار من حسني ديجا. ليه معناها كنا نسمعوا برشا، كنا نسمعوا برشا راي. فهمني كيفاش؟ وهم زادة زيري يسمعوا اغانينا، وتوا تغرمت زادة بالمالوف العنابي. كي مشيت درنيرمون العنابه عندهم مالوف يعمل الكيف للعباد الذواقه والعباد اللي تسمع. في الراي عندك ما تقول تعرف تعزف راي؟ يا اخي شنو فيه هو الراي؟ انت شنو فيه؟ ماني قلت لك يا هادي الدنيا تطورت، عندك ماكينه كيما ذيك تعزف ايش تحب. هات هات نمشي ولا نعزف؟ اي نعزف راي، نعزف به، نعزف الراي به. اي بس يا ما أوكا، شوف الافيش هذية نتاع أول كاسيت عندك شاب بسام. باهي هذي باهي. وعندنا افيش أخرى أنت تختار معناتها. هاي ميسير شي باهي، افيش باهي حلوين. اي عاطي على بسام وزهوانية حلو ديسكو مغرب، وعندنا كيف كيف راهو حلو محضرين التسعينات. دونك هذوما كاسيتات كانوا يتباعوا بشكل كبير في تونس. كرون سكسي اي في تونس. اي سيدي الألحان نتاع الراي تقدها ولا لا الحكاية؟ مش انا نقدها، لورقي قدها. مثلا باش تعمل ريتم راي، انا باش تغني غنيه سونتيمونتال. فهمتني كيفاش؟ سهله برشا، غنيه سونتيمونتال تحط الريتم هكا. ايوا ويدخل الريتم. باهي بالنسبه للغنيه تزيري، كي باش تعمل انت غنيه تزيري سهل برشا، الاستيتيك بتاعها مسهلة كما فسرت المرة الأخرى في المزود، فما بلس وفما كذا. باش تعمل غنية تزيرية تستعمل كلمتين بالعربي وكلمة فرنسية تولي غنية تزيرية. باهي باش نفهمك، مثلا بار إكزومبل، مثلا كي أنت اللي درت العين ورحتي معاهي لباري. تزيرية راهي راهي مثلا، وانا اللي تعشمت في كابة الناس وحسبتك المعدار. وديما كي تكمل الجمله نتاعك تقولش عليك خارج في مريول الخلعه في ديسمبر قرسان. اي لازم تعمل لك الضريبه الرحشه في الاخ كيما هكا، مثلا انت اللي تعجبت فيك وحسبتك المعدار. حتى كيك مع ضربه تيونز. وعندهم حاجة أخرى تزيرية، يعملوا برشا لي ديديكاس، ما يحقروا حد. هذه حاجة تعجبني في تزيرية، كي يعمل الغناية يعمل 200 جرام كلمات وكلها ديديكاس. أنا حضرت في عرس في عنابة ديناه من الثمانية، لما ساعتين هو يعمل في ديديكاس، حاطط الريتم فهمتي ولا لا؟ تقول يعمل في لابيل، شاد ورقة، في خاطر حامد، في خاطر باشير،
في خاطر راشد، في خاطر فاطمة وعادلة طلقوا هذوما ما بيسيرش، في خاطر فؤاد بريزون والاخرين يجاوبوا له. لا ما عنده حتى مشكل، يزبو يسميهم الكل كبير صغير يزبو يسميه. يعني من ساري ما حبيتش تبدا، ما لقوش اسمه وجدي، لا وجوا عليه خاطر وجدي، وجدي ابسون في خاطر وجدي، في خاطر وجدي اه وراك بافل ارواح وجدي قد هنا، في خاطر ارواح ارواح قد هنا ارواح ارواح بقى ترونكيل كذا. واللي يعجبك فيهم بعد ما يكمل الديديكاس بتاع 800 واحد الموجودين في الصاله ما يوقفش، يمشي للمستوى الجهوي. العرس في عنابه يبدا في خاطر تبسه، في خاطر وهران، في خاطر الجي، في خاطر يبدا يسمي في الولايات الاخرين. وبعد ما يكمل الولايات بتاع الجزائر كل ما يحبسش مازال يمشي للانتر راسيونال، تلقاه نهار كامل هو في خاطر حميد ميلانو، خاطر رشيد روما، فتحي تورنتو. هكاك يا سيدي به يبدا بدخله فهمت، وبعد يبدل الريتم ويدخل معاه لي براس هذا نقول احنا. بعد هذايا عندك هذايا باش هكا اللي راقدين الكل يفيق. لا بالغدره يمشي بالغدره. يبدا الريتم طايح شويه كي مثلا واحد منهم مسرح في خاطر حميد، في خاطر باش خاطر تقلق يقعد يسمي فاهم كله، بعد يعمل تسمع ضربه في الاخر. واروى واش فما واش صرا وبعد نبداو نغنيو على رواحنا نبدلوا الريت. ديزولي سينا واحد الالجيريا قاعد في اللامازو ما يصرا والو، واحد الالجيريان وجدي في الامازون ديروا له ديديكاس. ما فهمتش انا واش يدير في الامازون، ما خو واحد الانكوندا ولا مش عارف عليها. ايه ما عليناش، يلا سيدي يلا. ديزولي. واحد الانفون ضايع، عزيز اسمه عزيز، لابس جاكيت جون. ديزولي. اه حميد اه سقس علي وكذا قالوا روح لماك عزيزه عزيز يلعن باباك وينك يا عزيز. عزيز يمك تسقس عليك عزيز. يلا ويرجع يغني ها؟ يرجع يرجع يغني. ها. ديزولي واحد الانونس، واحد الطوموبيل حمراء خرجوها، واحد الطوموبيل، اي رشيدة تحرك رشيدة. ديزولي إيديسيون. Désolé, je me sens pas à l'aise. Désolé, je me sens pas à l'aise. Désolé, je me sens. Eh ben c'est mon monsieur, monsieur. Désolé, je me sens pas à l'aise. Tu quittes moi. Eh ben c'est. Khanjarab. ديزولي واش كان ديزولي احنا نغنوا الراي حبش كرافات قوندوات لا خلينا كيسر فاتمون سبور شيك حاضر يا بسام شل بسام
شيب بسام والزهوانية ديسكو مغربا. اللي بخاطر حياتي وحياه عمري كنت راعي لي جالو اللي كانت عمري نكرت العشره بدلت جره ما خرجتش مره يا حسبتهم اصحابي لعبوني العشره جابوني برا ما عرفتهم مره بدلت جرة ما خرجت جمرة يا حسبتو بصحابي صحابي نوت العشرة جابوني برا ما عرفتو مرة ما لقات صحبة في هاد الدنيا ما لقات ثقة في هاد الدنيا ما لقات محبة في هاد الدنيا والو والو في هاد الدنيا صعيب كنت لسانك صريب كنت جيك الضربة من القريب وصحبابي أمي طعمي حسس روحي عايش قريب الله صوت الحوار برجوطي سيب السامع هذه سحيرة ميوراني ما ترى خطر الشاب وسامع عشرنا بنيا انا وغير الخير ما عرفت علاش ردوه بالشراء نوكل ربي يعرف وش يدير فريمو الشيطان وعلينا كتر عشرنا بنيا بقت ثقة في هذه الدنيا بقت محبة في هذه الدنيا والو والو في هذه الدنيا وصعيب كنت لسانك صعيب كنت جيك ضربة من القريب وصحبابي ونظامي كنت عايش غريبة سحر قوى في خاطر لي كات في ريتي حبس البلومي كعلي جورناليست لي كادر رياليزا ميرسي ميرسي كاع البوبليك ميرسي بوكو الصوت يتبدل بسام ميرسي بتيت انونس ديزولي عزيز الجناه روح عزيز روح عزيز واش دير عزيزه واش دير عزيزه يسد دير وين يما شدي ولدك لقو غاطس في المقرونه على هنا لواحد الصوف كاين شغا ما كاينش الواحد اللي كان دير مزيني يطلع لي زبل راسي شدي ولدك يا جدي شناويت شكاين هذا شدي دراري واسع بالك واسع ديزولي 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 ايوا ميرسي علاش قل لي تو بسام الصوت يتبدل يولي روبوتيك روبوتيك يا حسره قبل كان قبل كان 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 نسميه الراي صحيح باي ذا واي تحيه ساعة لشاب وسام هو صاحب الاغنيه نحبها هذاك علاش شارات شاب وسام وزاد قبل كان فما الراي محليه هكا اللي يخرج من قرجومه
مثلا النصر وحسني، صوت ياسر بير، خالد مامي طاقات رهيبة يعني في الراي قبل اللي تربينا عليه. توا مش حتى في الجزائر، حتى في تونس يسوفي تشري الماكينة هذه تحطها هذاك عادي ولي صوتك ياسر مزيان، فهمني كيفاش؟ بلا تخيل هذه واحد يغني باليوتو تونس يحلوا اليوتو تونس لهنا كيفاش يولي يعيش مثلا، مشي يمشي الفرماسي مثلا يدخل الفرماسي اعطيني واحد يدولي بران هاي العباد جاوبوا كيف جاوبوا الفرماسيين، جاوبوا الفرماسيين نقولوا ما كاينش دولي بران فما غير مفات لصاحبي عسيرو. ميرسي بوكو، ميرسي بوكو، تحية لمخياتنا سيدي نحبوهم برشا. بس شو الجو اخر في الحوار توا؟ حوار الصراحه. ايوه حوار انساني بسام على حوار الصراحه. بسام نربط مع اللي كنا نسمعوا فيه، اللكنه الجزائريه وليت متمكن منها برشا ومشيت للجزائر اكثر من مره. اي مش برشا برشا، ما مشيت للجزائر. بربي نحب نقدم تحيه لدادي غاديك، بخاطر ما نقولوش دادي فهمت، نقولو دادي، هو يتربجو بيه اسمه دادي، عطف الكريم فهمتني. نحب عماد زاده فيفا مول، ونحب زاده نوجه تحيه لمد مودا، هذا زاده محمد علي زاده مد مودا، نحب نوجه لهم تحيه ونقول لهم نحبكم برشا. فما خدمه في الجزائر باذن الله؟ انا يعني مشيت ان شاء الله وقتها باش نركحوا عرض مسرحيه في مسرح النابه، غاد ما نعرفش وين البلاصه بالضبط، اما فيها النابه ان شاء الله باش يتم على قريب. جوست فما شويه باباراس، ماك تعرف احنا في التوانسة والجزائريه ديما عندنا برشا اوراق، كي باش نظم حاجه لازم برشا اوراق. ان شاء الله على قريب تو اون فانونسي لا دات اللي موجوده ان شاء الله في النابه. كلموك من اجل سيتكوم جزائري؟ اي نعم، كلمونا فما بروبوزيسيون زاد معنا نفس البواطه هذيا، فما بروبوزيسيون تاع سيتكوم. لكن السنة كي مشيت أنا بحذاهم غاديك وجات الفكرة وبداوا يخدموا، لقينا اللي ماهوش باش ياخذوا حظ، ولا خاطر ما عادش وقت، توا رمضان على الأبواب إن شاء الله شهر الفضيل، دونك ما عادش يخلطوا، دونك أجلوه إن شاء الله للعام الجاي، يبدأ عندهم أكثر وقت وأكثر بيدجي باش تخدم بالكدا إن شاء الله. الاستقرار في الجزائر وارد ولا؟ يا ودي يلزمك تمشي للجزائر، يلزمك تمشي بالحق. التوانسة اللي ما مشاوش للجزائر يلزمهم يمشيوا للجزائر، ساعة من أروع ما فما، ناسها من أطيب ما فما، ويطيبوا فيها العيش بالحق، معناها تنجم ما تحسش روحك غريب. هذه عباره مشيت بدلت في ولايه اخرى، عباره انت مثلا في تونس بدلت وليت تسكن في ولايه صفاقس ولا في ولايه قابس ولا، فهمتني كيفاش؟ ان شاء الله يا رب الاعمال هذه تكتب لها النجاح ان شاء الله يا رب. انت على كرسي الضيوف نتاعنا، كرسي الصراحه. اي ريتك محزوق فيه برشا برشا ضيوف الحق تاع ربي، ريتهم قاعدين لهنا حسيتهم على القعده كومفورتابل كومفورتابل صحة. أكيد ما أنا تعرف لي أنا نتبع فيك ونتبع في ضيوفك، فما ضيوف يماركيو كيف فات النفازة مثلا، آخر باساج لها عجبني قديش شخت عليها المرأة هذيك والتلقائية اللي تحكي بها، معناها فات النفازة تبدا تحكي تكمش عينيها كي وتبدا تحكي والله يهدي بألمانيا جيب المقرون أعمل زازوة كذا. بس نعم عندنا مش تحس من نفس الضيوف تجيب فيهم هذي نفسهم شبت انا لهنا يمكن تعديت اربع خمس شبت تبالوش واحد تعاوني بسم الله والله ربي معاكم، ولا اولادك زاد لي جورناليست تحيه لهم والله تعبوا. به اليوم عندنا فكره نجيبوا بسام حمراوي. واو بسم الله فضلك عليك اخدم على روحك، توجي واحد عطار ديما يجي في الحليب تقول علاش ديما يجي في الحليب، كيف كيف انت عندك نفس الضيوف تجيب زازا كذا اخدم على روحك. بسام لا والله نحييك بسام، ساعه انا كنت ريبتور دو سوك لا إيه. جبتني نورمالمون يحاسبوك كيفاش منين لقيت هالسلعه هذه، بس منين جبتها فهمت اقسم بالله. لا انا بيع حليب للضيوف اللي هما انت بياع البهجه وصانع البهجه. ولا انت حليب؟ انا حليب شوكولاته انا شوكولاته انت عسل انت هو العسل به ميجيش في التلفزه هادي تو نضعف به. شوف بسام نعم باش نحكيو في ثلاثه مواضيع تو الغطغسويره عرفتها باش نتغصب كرشي نبداو بالحب. بسام انت تزوجت عن حب صحيح؟ الحب مع الوقت عملتها بيدي ما لازني حد، تزوجت عن حب لا قالوا لي خذها بالسيف اخترتها فوالا. هذه مازال عندك نفس مشاعر الحب لزوجتك كما اول يوم عرفتها فيه؟ اكيد انا في البوز بكري كلمتها ما نجمش ما
لازم نعمل لها تليفون، لازم نتهنى عليها. رومانسي بسام ولا انت صعيب في الحب؟ رومانسي ما نعملهم، نعملهم في هل انت سنكوح في الحب ولا لا؟ نعم سنكوح. ساعات نتعب، اي ساعات نتعب شوي الشريك الحياه، ولكن نحب انا من كل جوارحي ونحب من كل قلبي. فما خلافات ما بيناتكم؟ طبعا شكون ما فماش خلافات، انت ساعات بين البول ود تلقى خلاف ساعات، فهمت معناها؟ تتقال عادي. كلمه كل واحد يمشي على روحه ما بيناتكم؟ لا لا لا، علاه؟ لا قدر، علاش موصلنا للشيء هذاك؟ علاش واحد يمشي على روحه؟ فما ناس دخلت ما بيناتكم من اجل تفرقتكم؟ شوف ما فما حد راه يقعد في راحه، اكيد باش تلقى كلي يجي واللي باش يقعدوا يتدخلوا باش يحبوا يوسوسوا كسوسات نسميها مانا كل شيء، ولكن في نهايه المطاف تبوء محاولاتهم بالفشل، لانه الرابطه الاولانيه قويه. معناها عباره واحد انت جاي العماره بيتون سيمين وجاي انت تعمل هكا وتتحكحك عليها، ماكش تعمل حتى شيء، فهمني كيفاش؟ تبدا حاجه باذن الله رابطه قويه، مهما قالوا مهما فتنوا مهما حاولوا مهما كلموا مهما عملوا كذا، مش يصير حتى شيء معناها دو جراف. إذا تحب تضرب بسام أضربه في أقرب الناس ليه، زوجته. أكيد عائلتي هي أقرب حاجة لي، يعني أنا أمي وبابا وأخواتي وزوجتي ما تمسنيش فيهم بالطبيعة، إذا كان واحد تمسيت في هذوكم الواحد علاش عايش؟ شنية متعة الحياة؟ نمشي للصداقة. أي صاحب صنعتك عدوك، تمن به المثل هذا؟ مش برش، أنا نمن كل حد ورزقه، خاطر نجموا زوز صيغية حالين بجنب بعضهم، زوز كوش هذا ياخو رزقه وهذا ياخو رزقه، لأنه يعني فما حاجتين في الدنيا ذي هذه ما نهربوش منها، الموت ماكش هارب منه، كيجي أجلك باش تموت، والرزق حتى ولو هربت عليه باش يلوج عليك ويجيك. أنا اختبرت أصدقائك ولا لا؟ طبعا هي الصديق، كلمة صديق راه واحد ولا يزمو يعمل لها ميزاجور شوية راهو، لأنه الصداقة ما تتقاسش بعدد السنوات اللي تقضيهم مع شخص معين، بل تقاس بعدد المواقف. نجم واحد معدي مع 10 سنين ويمشي في بالك اللي هو صح، ولكن في اول فرصه يطلع ما هو صح، وتنجم شكون تعرفه في بريود صغيره في 6 اشهر في عام، تعرفه في ظروف معينه في البرة خاصه غربه كذا، يعمل مجموعه من المواقف يحسك اللي هو يعني سندك وكأنك تعرفه عنده برشا. ناس كانوا يباتوا معاك فردار كليتوا ماء وملح، صحيح ان شاء الله يطيح فيه، والطعنه جات منهم. كي تفهم الجملة اللي قلتها، لا تقاس بالزمن وإنما تقاس بالمواقف، أنت وحدك تولي تفلتري، حتى كي باش يعمل لك عملة ولا حاجة ما تجيكش منه كديسيبسيون، يا اعتبرتك صاحبي ودراما يعني خيانة الماء والملح. نجم نكون أنا زادة صاحب خايب، علاش ديما نرمي في اللوم على العباد؟ نجم نكون أنا كنت صاحب خايب لأحد الأشخاص. ديما احنا كأننا محور الكون، راك ماكش محور الكون، لست محور الكون ولا هذاك محور الكون ولا هذاك اللي يتفرج محور الكون. راك انت في قصه شخص ما انت الخائن، وفي قصه شخص اخر انت خنت العشره وخنت العهد وكليت الماء والملح. يعني واحد ما يحطش برشا امال على البشريه، لان في نهايه الامر احنا بشر وخطائين ماناش ملاك. امشي بالنيه وارقد في الثنيه، اعز مثل. الى حد في يوم من الايام جيك تسجيلات صوتيه الناس صحيح. كنت تعتبرهم اصحابك. اي فما عباد كنت نعتبرهم اصحابي، تبدا انت قاعد بالنيه على روحك، ربي سبحانه دعاية رضا الوالدين ودعاء الوالدة، فهمتي ولا؟ توصلك حاجات، أو أنا مثلا جيني مثلا حاجات يقول لي أسمع فلان قال، ما نصدقوش، قول كيما حكي على فلان راه مش يحكي عليه، ما نصدقش. ولكن كي ترى بين يديك وثائق وترى دي كابتور وتسمع باش تقال عليك تقول هذا لا إله إلا الله. يعني لو نحكيو على نهارين، معناها عباد قبل بنهارين يحكي في موضوع وبعد تسمع وتجيني برشا حكايات على برشا عباد، راهو قال فيك، راهو قال، شوف الدومين حكه لكن يوصل كل شيء. انت مسالم وجابد روحك. اي اسمعني اسمعني، ما عندها حتى علاقه بالمسالمه، راهو لا يمثل لا يمثل لا يمثل، معناها الرسول صلى الله عليه وسلم، انا عباد فما لليوم عباد تسب فيه، وفما عباد فهمت تحارب فيه وتحارب في الاسلام، تحارب في الرسول صلى الله عليه وسلم، يسبوا في ربي يسب، لا يمثل لا يمثل، فهمني كيفاه؟ يعني من انا يعني العبد الحقير الفقير المتواضع لله، راهو كيما صار على غيري باش يصير علي، يعني هذيك الدنيا. اما كي تراها لعبه كأنك انت جيت للدنيا هذه وعارف روحك من الاول، فمش كون شي ماسك عليك، فمش كون شي عمل لك، كي تولي تخزر لها بالمنطق هذايا ومن الزاويه هذايا هذه تولي تضحك. شو فيها التسجيلات هذه؟ فيها نتاع ما تتعاملش مع فلان، ني با سيريو، ما تمشيش معاها،
فما حاجة أخرى متاع اسمع نضيقوا عليه من نحطموه فهمني كيفاش هبط كذا أعمل كذا سكر عليه من غادي اسمع راهو جاي ماشي باش يقابل فلان الجمعة الجاية على بروجي تسكر عليه فهمت يا ما من نوع هذا تقول عليش المال رزق من عند ربي كيما الصحة كيما العائلة كيما الأصدقاء المال هو الرزق اللي باش يخليك تتمتع بني عم هذه الدنيا وهو وسيلة باش تعيش ماهوش غاية خاطر إذا كنت تعتبره غاية ماكش باش تعيش ماكش تستمتع بملذات هذه الحياة باش تقعد تلم 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 لين يجي نهار تتوكل المال يعني لك ولا ليه؟ بطبيعة يعني الناس الكل تصور أنا مثلا رانا في مجتمع يخزروا له واحد قيمته ما عادش قديش قاري من كتاب ولا شقاري ولا شهادته اش عنده في جيب راهو ولت عن في المجتمع للأسف حقرة كان ما عندكش باش تحمي روحك وباش توكل روحك وباش توكل باش ما تمدش يديك زاده فهمني كذا تعتبر غير سوي والعباد تحقرك. خلينا نحكيو بصراحه. نعرفوا مليح انك دخلت في مجموعه من القضايا وعندك قضيه تحكمت لصالحك ضد شخصيه فنيه معروفه وعندك الحكم موجود لصالحك. فما زوز احكام. وعندك القدره انك تنفذ بعقله. صحيح. وتاخذ حقك. صحيح. علاش ما نفذتش؟ ما نجمش هادي انا فما زوج جهاتهم المحكمه انصفتني باش ناخذ فلوسي اما كريت الوضعيه معناها باش يعقلوا باش يفكوا له داره وبالصغار وبالواحد ما نجم ما ضميري ما نجمش معناها انا باش ناخذ فلوس السيد هذاك يطرد من الدار ولو عندي الحق قلت لا نلغي كل شيء والسماح لكن حقك هذا ما الدنيا تدور هادي نعرف اللي هو حق اما وقتاش يولي ما عادش حق وقت تقول السماح تقول يا ربي عوضني يا ربي عوضني من شيره اخرى والسماح ما نحبش واحد من خلقك نهار اخر يبدا بيت في الشارع ولا قرسان والا مستحق ويقول لا 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 تربحوا كبسام ولا كذا لكن حقك حق اذا دعا بيك حقك انت انصفتك عداله القضاء نعرف راي الدنيا دور هذه تصور انا خاطر ديما نحط تصورني انا في بلاصته موسى اللي عند شكون ونعرف اللي هو حقي وتتباع داري وباش نخلصوا حقه وانا بيت في الشارع تدعي بيه؟ لا اما نتعذب علاش نكون سبب اني نعذب عائله مام با شخص عائله كامله علاه؟ والقضيه الثانيه كيف كيف نفس الحكايه زاد على حكايه فلوس رغم اللي نعرف بس نعرف اللي انت ماكش شكل تدس فيهم بالركبه الحمد لله ربي يعوض فما ربي كريم انا ربي انا الحمد لله فما ربي في الدنيا زي انا زيد انا والله ماشي مزيه ماشي مزيه مش رمي ورمي ماشي مزيه بالحق خاطر انا نعتبر برشا عباد حنان توا يتفرجوا اذا كان جاتوا الفرصه واكيد مش اول مره تصير في تونس اكيد راه فما شكون نفذ وباش ياخذ حقه وباش يراه عائله باش تتشرد وهذا يقول لك يا خويا السماح هاي سايب علي حرام حرام ما نجمش نرقد مرتاح هادي تعرف ايش تحب انا؟ نحب نتعشب الكدا نحب نعمل جو في الدار نحب نحط راسي على المخده نرقد ما نحبش انا نرقد ونذكر بنته تبكي ولا ولده يبكي ولا ولدها ولا فهمت اختاني ما ربي يعوض رغم ان المرمى ما زلت ما كملتش تو تكمل خير المرمى عمرها ما تكمل المرمى وناكد لك هاي مرشومه هنا مش بتكمل ليه تو تكمل ليه معناها المرمى ما تكملش في تونس تكمل يذولك الدهن تكمل الدهن يذولك كذا حتى ولو وانت ساكن فيها ديما مش تزيد حاجه أبقى. شكرا على الصراحه ربي فضل نمشيو الكرسينا المريح لاخر والله جوعت كان نمشيو نفطروا خير نكملوا لا طيب بسام احنا اليوم نعيش في عصر وسائل التواصل الاجتماعي يا اخي ما نفهمش بسام ساعات تظهر لي ناشط على انستغرام وعلى تيك توك تو المستقبل تيك توك تيك توك اي فما انا ضعيف شوي انا في التيك توك ما فهمتوش هذا انا نفهم فيه تو فهمنا هذا انا ما فهمتوش تيك توك راك تدخل تيك توك بلا تحسوه بيزار تيك توك فيديو تعمل مليون فيديو ما تفهموش ايه وتحسوا نفسه التيك توك يتعاود معنا كوبي كولي ليه بالعكس فما اغاني فما اي هذوك مشكل في الاغاني تحل انت ستوريات مثلا انستغرام ولا تيك توك ديما تعمل لك اما فيك يا للا وينك توحشت وجيك اسيكان اسيكان يا للا وينك يا للا وينك توحشت وجيك قاعد عسل ولا يقعد عين يقعد عين يقعد قاعد عسل ولا طيش نفسهم يتعاودوا اقسم بالله نفسهم هم بيدهم تقلق هذاك الجو بتاع تيك توك اي مش جاوي برش اليوتيوب به انا يعجبني اليوتيوب به بس لانه حكينا على اليوتيوب نذكر انه الخدمه نتاعك تقريبا قاعده تتوجه تو لليوتيوب صحيح انا نحب تو نعمل بتيت بلاتفورم ديجيتال على اليوتيوب
البلاتفورم هذه باش تكون متنوعه اللي فيها بديت فيها عم ناول اللي هو برنامج سانكوه، وان شاء الله على قريب باش نبداو دوزيام سيزون تاع سانكوه. وابار هذاك فما حاجات اخرى ان شاء الله، مشاريع اخرى قادمه باش تولي. كي تدخل شان بسام حمراوي على اليوتيوب تلقى كل يوم ويومه، معناها كل يوم برك باش تلقى نوعيه نتاع برنامج معين، وان شاء الله لا علاش لا معناها مثلا نهار السبت باش نعمل فيه حتى شورت كوم، فهمني كيفاش؟ يعني كي سيت كوم، حلقات في الجمعه، يعني باش يولي انتاج موجود اكثر على الديجيتال. سانكوح باش يرجع ولا لا؟ باذن الله باش يرجع دوزيام سيزون، ديجا انا في معناها كور دو بريباراسيون باش احضر وباش نرجع ان شاء الله. دونك مع سانكوح يبدا عندنا مجله الكترونيه كذلك؟ ان شاء الله نحب نلانسي مجله الكترونيه قاعدين نخدموا عليها توا، اسمها معناها ماجازين الكترونيك اسمها شاشيه. شاشيه هذيا مهتمه بالشان التونسي، بالواقع الاجتماعي زاده، وفما الواقع الفني. باش نجيبوا حاجات فنيه وباش نجيبوا زاده حاجات اجتماعيه. دي بتي كابسول موجودين، ماجازين هذيا باش تكون موجوده على البلاتفورم الكل، على انستغرام، فيسبوك، وعلى خاصه على اليوتيوب. وفما برنامج اخر ان شاء الله سامحني قصيت عليك باش نعملوه، اللي باش نلانسيوه زاده بيانتو، اسمه جنون الخفاء. او جنود الخفاء موش جرون بوبليك، مي نحبوا نعرفوا بجنود الخفاء اللي موجودين في الاوديو فيزويل في تونس. او مثلا شكون منا مثلا ما عجبوش جينيريك منام تاع روسيه ويلا قمره سيدي المحروس، شكون الجن والعبقري اللي عمل الانسترومون هذاك، وشكون عمل الموسيقى، باش نجيبوه باش يحكي، وباش يحكي زاد على الكواليس. وساعات زاد كي نبداو نقراو في جينيريك تتفرج تلقى في الجينيريك ماشينيست اول، اش معناها ماشينيست؟ تلقى دي او بي، اش معناها دي او بي؟ سكريبت، اش معناها؟ احنا البرنامج هذا باش يكون تثقيفي، باش نثقف معناها باش نحاولوا ديما نحن نحاولوا نثقفوا العباد باش يفهموا، باش مرجيك يقرا جينيريك يفهم شنو هي لي تاش تاع العباد هذوكم، وزاده باش يشوف لي برودوي اللي عجبهم واللي عاش معاهم، يشوفهم اوترومون في الخفاء شنو اللي صار. وخاصه انا كان ليا شرف وخدمت زاده في الخفاء كمخرج مع مجموعه من التقنيين التوانسه واللي هما من احسن التقنيين الموجودين في العالم الكل. بسام ايوه، انت في الحياه من النوع اللي كي يلقى زوز خيارات يتمهمش والا يعرف وين يمشي؟ وعلى زوز موت. زوز ولا ثلاثه خيارات من الدنيا هي خيارات. ايه انت والخيار اللي باش تجيك خطر في فقره بالنارين، خياراتنا قاسيه جدا. نحاول امشي نجرب روحي انا والله. بعد ما تجاوب تنزل على البزر، بعد ما تجاوب ننزل على البزر. تاكل اللي تحب عليه وما تسمنش، والا على قد ما تاكل على قد ما تضعف. والله انا امنيت برشا عباد راهو انك تاكل قد ما تحب حلو وحار وكل شيء وما تزيدش في الميزان. سرعة الفهد او دهاء الذئب؟ فماش حيوان اخر؟ دهاء الذئب. خاطرش تعمل بها السرعة انت؟ لازم تبدا عندك شوية هكا ذكاء واعي. فايدة في الجري تجري 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 بعد تصدف في حيط. القدرة على الاختفاء والا القدرة على الاستماع إلى أفكار الآخرين؟ القدرة على استماع آراء الأفكار الآخرين ولا شنو قلت هذيا متعبة شوية. أنا أتصور أن تو نجم نسمعك أنت معناها باش تحكي. نتعب في حياتي. نختفي. القدرة على الاختفاء. نختفي، فما بلايص تحب ندخل لهم أنا حياتي عمري كل ما يراني حد. نحقق لك ثلاثة أمنيات في المستقبل وإلا نصلح لك ثلاثة أخطاء من الماضي. ثلاثة ملايين. والله 3 ملايين باهيين تو. ادخل الى ماضي لحشتي في الحاضر تو هكا تو، اللحظة ذي 3 ملايين باهيين. يكفيو 3 ملايين؟ أدلك عليك هذا. 5 ملايين باهيين. ليه هو؟ أنا نختار 3 أمنيات في المستقبل ومعاهم 5 ملايين. تاكل خضر. تاكل خضر وغلال طول حياتك والا لحوم واسماك طوال حياتك؟ انت تو تعمل في اختيار؟ لا انا جايينها احنا الناس الكل توريت واكل لحوم والاسماك انسى. تو الناس الكل باش تاكل خضر وغلال، كان لقيت الغلال زاد. تفقد ذاكرتك وانت مع اصدقائك والا تبقى ذاكرتك معاك اما تعيش وحدك؟ فيش يقول هذا؟ فيش قلت انت تعيش؟ تفقد دلاعة. شنو هي الدلاعة؟ تفقد ذاكرتك. هاي معناها تو من غير ذاكرة هاي. أما الناس اللي تحبهم موجودين بحذاك وإلا تبقى بعقلك وبذاكرتك لكن تعيش وحدك.
اي انا تو من غير ذاكر وهما قاعدين بعدها ما نذكرهمش. ما نذكرهم. دو بريفيرونس واحد يخلي شويه المخ اللي عنده ومواكم قاعدين في ذاكرته كي توحشهم يتذكرهم. نخلي الميموار خويا كان الواحد يطيح ذكرت ميموار تحب نحب تحب ترتبط فنيا بشخص ذكي برشا ولا بشخص خدام برشا؟ والله بشخص عنده فلوس خير. اختياراتك راحت هادي. ذكي برشا ولا خدام برشا؟ هي فما دراسة تقول لك ذكي برشا بخيل كسول. دونك دو بريفيرونس مع واحد خدام برشا خاطر الدوام ينقبر خام والخدمة تجيب إن شاء الله. واحد خدام برشا خير. تتفرج في فيلم رعب مخيف جدا وإلا فيلم رومانسي تعيس جدا؟ وعليه الرعب نتفرج في حاجة فيلم رومانسي حتى لو كان تعيس؟ حتى لو كان مزيانة البطلة ما فما نتفرج وعليه الرعب واحد يخوف في روحه قاعد نوصل له عليه قصة تعيسة على غالبها ما الممثلة مش تعيسة به واحد يخزر شوية. على ذكر السينما عندك مشروع متاع السينما؟ عندي إن شاء الله مشروع سينمائي خارج تونس وإن شاء الله على قريب نمدكم بالتفاصيل أما هو انترناسيونال يعني باش يكون مصور ما بين أجنبي يعني بين تونس والخارج إن شاء الله. بسام حبيبة القلب يقولوا لي في الكواليس. أي جبتها. نستقبلوا حبيبة القلب. يلا نستقبلوا حبيبة القلب. جيب حبيبة القلب. ولو إني راهو ولو إني راني كتوم في المسألة هذه. قصة حب كبيرة برشا. صحيح. أما ما كتوم أما ما يسالش عليها. شوف من الشارع إلى الغرفة. هاي دقيقة بركة نجيبوها. نحكي على قصة الحب هذه. أي احكي كما تحب أنت. قصة حب بدأت من الشارع. تلقاو في الشارع. كود فودر. روح معها للدار وعاشوا قصة حب استثنائية زعرورة حاسمة حاسمة خايفة بسم الله سميتها؟ زعرورة زعرورة هاي وقد ايه؟ كوشي 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 بي تفهمك ولا ليه؟ اي هي تو مفجوعة خاطر مش مستانسة بالعباد مستانسة ديما في الدار وكل شيء. هاي لهنا هذه زعرورة سميتها زعرورة خاطر لونها أزعر لونها أزعر دونك سميتها زعرورة هذاك علاش محلاها عايشك ربي يفضلك زعرورة ما تعضش هي راهي ما تعضش زعرورة ايش زعرورة هربت مني خليها راكش مشيش تبرقني انا زاد هي جاي ايش بيان بيان ايش؟ تحكي معها بالسوري بسام؟ اسي صاحي برافو. هذه كلبة عربي. هذه كلبة عربي لقيتها انا ومعتز جندوبي برومي اسيستون وجه له تحية هو توا خارج تونس. هذه لقيناها مضروبة من هنا هذه كلها دم من هنا لقيناها على الشط بتاع حمام النمف. وكلناها وشربناها الماء ولقينا اللي هي معناها جونتي. طلعتها في الكهرباء. في بالي باش نعتني بها شويه وبعدك نسيبها كل شيء يا اخي تكعبرت لي حبيتها ربيت عليها الكبده وليت خليتها بحذاي دونك هذه هي زعروره قديمه ديما مسيبه في الدار مش هيكسه في البلاتو وانا نصور في الدار تجي تبدا تتعدى عادي في الاكرون عادي تخدم على روح وهي كلبه عربي ذكيه برشا وحنينه برشا وابدت تستنس برا شمش ماي دونك لو ميساج اللي نحب نقوله لهنا هادي كونه ساعات احنا نبداو نلوجوا على لي شيان دراس نقولوا نحنا برجي ولا كذا او احنا الكلاب هذوما اعز 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 كلاب موجودين يعطيك الصحه عايشك سلسله عروض ان شاء الله يا ربي موفقه باش تكون موجود من خلال مسرحيه المايسترو باش تكون موجوده تقريبا في كل ولايه الجمهوريه وعندك جوله زاده خارج تونس من نهار 21 جان في تونس 22 مونستير 27 صفاقس 28 سوسه 3 فيفري نابل 5 فيفري الزفير 10 فيفري بنزرت 11 فيفري مهدية 24 فيفري تونس نيس 3 مارس ليون 4 مارس باريس 5 مارس ونهار 19 مارس باش ترجع لتونس هذه سلسلة العروض الأولى للمسرحية الحدث مسرحية مايسترو إذا كان ما شفتوهاش ننصحكم باش تمشوا تشوفوها واحدة من أجمل الأعمال اللي قاعدة تتقدم في المسارح التونسية ونحب نوجه ديديكاس بربي محمود المصري اللي خدم لنا الكونسيبسيون والأفيش ونحب زادة نقدم تحية للجمهور اللي حاضر معنا وتحية لك أنت وشكرا على الاستضافة شكرا بسام ميرسي بوكو بالتوفيق